بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا من حديث المؤلف في شرحكم لما ذكر في باب صلاة الجمعة، ونحن الآن معه في باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أتبع المؤلف رحمه الله صلاة الجمعة لصلاة العيدين للتشابه بينهما، لما يشرع لهما من الاجتماع والتزين والتطيب والتنظف، لأنهما اجتماعان عظيمان من الاجتماعات الإسلامية. وصلاة العيدين، العيدين تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، إما في الأسبوع وإما في الشهر وإما في السنة. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، أو هو من باب التفاؤل في أن يعود، يعيده الله على المسلم. والعيد على قسمين: عيد مكاني وعيد زماني. العيد المكاني على قسمين: عيد مكاني مشروع كالاجتماع في المسجد الحرام عند الكعبة وفي المشاعر المقدسة لأداء المناسك، فهذه أعياد مكانية مشروعة، أو عيد مكاني غير مشروع، وهو ما كان من الأمكنة التي يجتمع فيها أهل الجاهلية لمزاولة شركهم وعباداتهم، أو الأمكنة التي يجتمع فيها الخرافيون لمزاولة بدعهم وشركياتهم كاجتماعهم حول القبور والأضرحة الآن. فهذه أعياد مكانية محرمة، تسمى أعيادا وإن لم يسموها أعيادا، هي أعياد من ناحية الشرع واللغة، فهي أعياد مكانية محرمة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا تجتمعون حوله كما يجتمع أهل الجاهلية حول أوثانهم وحول معبوداتهم. ولذلك لا يشرع التردد على قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كل ما دخل الإنسان المسجد، بل إنما يشرع السلام عليه وعلى صاحبيه للقادم من السفر فقط. وأما أن الإنسان كل ما يدخل المسجد يذهب يسلم على الرسول،
فهذا لا يجوز، لأنه من اتخاذه عيدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون هذا الشيء، ولا يذهبون للقبر إلا إذا قدموا من سفر للسلام عليه وعلى صاحبيه. هذا العيد المكاني. والقسم الثاني العيد الزماني، وهو في الإسلام عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان لأهل الجاهلية أعياد كثيرة زمانية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع لأمته عيدين فقط. لما قدم المدينة وجد أهل المدينة لهم عيدان من أعياد الجاهلية، أحدهما النيروز والثاني المهرجان. النيروز في أول فصل الخريف، في أول فصل الربيع، والمهرجان في أول فصل الخريف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك لأن كلا من العيدين الفطر والأضحى بعد عبادة عظيمة، فعيد الفطر بعد أداء الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى أيضا بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج، الوقوف بعرفة. هذان هما عيدا أهل الإسلام فقط، ولا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أخرى غير هذين العيدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن قوله تعالى في عيد الفطر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا المراد بتزكى دفع زكاة صدقة الفطر، وصلى يعني صلاة العيد. وفي عيد الأضحى في قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. قالوا المراد صلاة العيد، عيد الأضحى والنحر الذي هو نحر الأضحية والهدي. وليس هذا خاصا بهاتين العبادتين، فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، هذا يعم جميع أنواع التزكي، تزكية النفس وتزكية المال. وذكر اسم ربه فصلى يشمل جميع الصلوات، لكن صدقة الفطر فرد من أفراد التزكي، وكذلك صلاة العيد فرد من أفراد الصلاة، وكذلك في الأضحى: صلي لربك، هذا يعم جميع الصلوات، فيجب إخلاصها لله عز وجل، ومنها صلاة عيد الأضحى. وانحر، هذا يشمل جميع ذبح القرابين لله عز وجل، ومنها الأضحية والهدي والعقيقة وسائر أنواع الذبح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما صلاة عيد الأضحى فرد من أفراد صلي لربك، وانحر فرد من أفراد الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والمفسرون حينما يفسرون الآية بتفسير لا يعنون بذلك حصر معناها، وإنما يذكرون فردا من أفراد ما تدل عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا في الكتاب، هذه دلالة الكتاب. دلالة السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، في أنه كان يصلي صلاة العيدين منذ هاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله.
وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين، فلا خلاف في مشروعيتهما والحمد لله. وأما حكم صلاة العيدين فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو الذي ذكره هنا أنها فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا، هذا هو فرض الكفاية. فالمقصود من فرض الكفاية أن يوجد على الوجه المشروع، فإذا وجد كفى ولو لم يقم به جميع المكلفين، وإذا لم يوجد فإن الكل يأثمون، هذا معنى فرض الكفاية. ومن ذلك صلاة العيد هي فرض كفاية لا بد من إقامتها، ولا يتعين إقامتها على جميع المكلفين، بل إذا أقيمت ممن يسقط بهم الفرض كفى هذا، وبقيت في حق الآخرين سنة. نعم. قال رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. هذا لأن فرض الكفاية لا بد من وجوده، فلو تواطأ أهل بلد على تركه ولم يوجد في البلد فإنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، يجب قتالهم، كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو على ترك الإقامة، تواطأوا على ذلك فإنه يجب قتالهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى زوال الشمس أي توسطها في كبد السماء فوق الرؤوس، كل هذا وقت لصلاة العيد، والمبادرة بها أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يؤديها في أول وقتها حينما ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، لأنه قبل ارتفاع الشمس هذا وقت نهي، فإذا ارتفعت زال وقت النهي، فيشرع تقديم صلاة العيد في هذا الوقت، لأنه أيضا من باب التسهيل على المسلمين. هذا معنى قوله وقتها كوقت صلاة العيد. والدليل على ذلك، دليل على أن وقتها وقت صلاة العيد الضحى، وقت صلاة الضحى، وأنه إذا خرج وقت صلاة الضحى فإنه ينتهي وقت صلاة العيد، الدليل على ذلك ما جاء في الحديث أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غم عليهم هلال شهر شوال فأصبحوا مفطرين، فجاء ركب من المسافرين فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا، جاءوا بعد الزوال، جاء هذا الركب بعد الزوال، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني لصلاة العيد، فلو كانت تصلى بعد الزوال لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه أجلها إلى الغد هذا دليل على أنه ينتهي وقتها بالزوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. هذه ثمرة قوله ووقتها كوقت صلاة الضحى، أنه إذا خرج وقت صلاة الضحى فإنها لا تفعل بل تؤجل إلى الغد وتفعل قضاء. نعم. وتسن في صحراء. صلاة العيد مثل صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة في المكان، وإنما تسن في صحراء يعني في فضاء. نعم. في فضاء بارز من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها ويصليها في الفضاء
كان يصليها خارج المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في جميع بلاد المسلمين أنها تفعل في الصحراء، قالوا إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى فإنها تصلى في هذين المسجدين لشرفهما، وأما ما عداهما من المساجد فإنه يخرج لها إلى الصحراء، ولأن في ذلك بروزا لإظهار شعائر الإسلام. نعم. فما يفعله الناس في مدنهم المكتظة؟ يأتي هذا. نعم. قال رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. لا بأس أن نجيب على سؤالكم في صلاة الناس اليوم أو في الغالب في الجوامع المدن المزدحمة. في المدن المزدحمة إذا دعت الحاجة. نعم. إذا دعت الحاجة إلى صلاتها في البنيان فإنها تصلى، كما لو حصل مطر. نعم. مطر يمنع الناس أو يشق عليهم الخروج إلى الصحراء. نعم. فإنهم يصلونها في المسجد تفاديا لأذى المطر. وكذلك لو لم يكن هناك فضاء، لأن كانت المدن مزدحمة في المباني وليس فيها فضاءات، فإنهم يصلونها في الجوامع أيضا لتعذر المكان. لتعذر المكان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. يستحب تقديم صلاة الأضحى يعني في أول وقتها، وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل الرفق بالناس، لأنه في صلاة الفطر، في صلاة عيد الفطر، الناس يحتاجون إلى إخراج صدقة الفطر، فيعطون مهلة، يعطون مهلة ليتمكنوا من إخراج زكاتهم، فتؤخر عن أول وقتها من أجل أن يتمدد وقت إخراج صدقة الفطر. وأما في صلاة عيد الأضحى فتقدم من أجل أن يتفرغ الناس لذبح ضحاياهم. نعم. وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى. يستحب أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر إظهارا للفطر، إظهارا للفطر وإعلانا لنهاية الصيام، لئلا يظن ظان أنهم إذا ما داموا أنهم لم يصلوا فإن الصيام باق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر الإفطار، أن يظهر الإفطار وأن يبادر إلى إظهار الإفطار والعمل بما بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي صلاة العيد لا يأكل شيئا عند الخروج عكس صلاة الفطر. لماذا؟ لأجل أن يأكل من أضحيته، ليكون أول ما يأكل هذا اليوم من أضحيته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. نعم، تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، لأن في ذلك تعطيلا لصلاتها في الفضاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام، إلا لعذر كعذر المطر أو عدم وجود فضاء أو المشقة على الناس في الخروج، فإنهم يصلونها في الجوامع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. المأموم يستحب له أن يبكر للخروج لصلاة العيد، عيد الفطر وصلاة الأضحى، من بعد صلاة الفجر. نعم. ليحصل على المبادرة إلى الطاعة، ولي
يتفرغ للذكر والتكبير وانتظار الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة ينال أجر المصلي، فيبكر لأجل حصول هذا الثواب، ولا يتأخر، لا ينبغي أنه يتأخر ولا يخرج إلا عند خروج الإمام، لما في ذلك من تفويت الأجر والثواب، ولما في ذلك من الخوف أن تفوته صلاة العيد. فينبغي للمأموم أن يبادر من حين يصلي الفجر، يتوجه لمصلى العيد، وأن يكون ماشيا لأجل أن تكتب له خطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها ماشيا. فإن ركب فلا بأس، ركب سيارة أو دابة فلا بأس، خصوصا مع بعد المكان والمشقة لا بأس بالركوب، ولكن المشي مهما أمكن فهو أفضل. وأما الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، ولا يخرج إلا وقت الصلاة، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر ولا ينتظر، فهو لا يخرج إلا عند الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويجلس في المسجد، فإذا جاءت الخطبة قام صاعد المنبر، أو يجلس في الجامع وإذا جاء خطبة الجمعة قام، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، هذا هو، نعم، على أحسن هيئة. نعم، يستحب أن يخرج لصلاة العيد على أحسن هيئة كما في صلاة الجمعة، لأنه اجتماع عظيم من مجامع المسلمين، فيتهيأ له بالزينة، زينة اللباس وزينة البدن والتنظف والتطيب، والخروج على أحسن شكل لأجل أن يحتفل بهذه العبادة العظيمة، ولأجل إزالة الروائح الكريهة والأوساخ عن جسمه، لأجل أن يستقبل هذه العبادة على أحسن هيئة. نعم. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. إلا المعتكف وهو الذي اعتكف في آخر رمضان في العشر الأواخر، أو اعتكف في عشر ذي الحجة. والاعتكاف هو لزوم مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة للعبادة، لزومه والبقاء فيه للعبادة، فالعكوف هو المكث عند الشيء. فإذا تفرغ المسلم في المسجد للعبادة والتلاوة وذكر الله فإنه يقال له معتكف. والاعتكاف عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان، فهو عبادة مستقلة. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف استحب له أن يخرج في ثياب الاعتكاف ليبقى عليه أثر العبادة وأثر الاعتكاف، ولا يغيرها بملابس أحسن منها أو ملابس جديدة أو نظيفة، وإنما يخرج بثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام، كما سبق في صلاة الجمعة. يشترط لصلاة العيد الاستيطان، وهو الإقامة الدائمة، فإن كانوا غير مستوطنين كالبوادي التي في الصحارى، أو المسافرين، أو الإقامة المؤقتة، الإقامة المؤقتة، فهؤلاء لا تشرع لهم صلاة العيد باستقلالهم، وإنما يصلونها مع الناس الذين تشرع لهم صلاة العيد. وأما قوله وعدد الجمعة فهو كما سبق في باب صلاة الجمعة أنها يشترط لها العدد، فلا تصح من الفرد،
صلاة العيد لا تصح من الفرد، كما لا تصح صلاة الجمعة، بل لا بد من العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة تنعقد بهم صلاة العيد. وتقدم أن أقل عدد تنعقد بهم صلاة الجمعة 3 على الصحيح، فكذلك صلاة العيد تنعقد ب3 فأكثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا إذن الإمام، أي لا يشترط لها أن يأذن الإمام بإقامتها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام فيقيمها المسلمون ولا تحتاج إلى إذن الإمام، كما سبق في صلاة الجمعة أنها لا يشترط لصحتها إذن الإمام. نعم. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها. من سنن صلاة العيد كما تقدم أنه يستحب أن يبكر إليها، ويستحب أن يتجمل بأحسن ما يجده من الثياب إلا المعتكف، كذلك من سننها أن يغير الطريق ذهابا وإيابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أو الاستسقاء من طريق فإنه يرجع من طريق آخر، فمن باب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلمين أن يفعلوا ذلك. والحكمة والله أعلم لتكثر البقاع التي تشهد له، لأن الأرض تشهد ليوم القيامة على الناس بما عملوه عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتشهد البقاع على الناس بما عملوه على ظهرها من خير أو شر. ومن ذلك الذهاب لصلاة العيد إنه عمل خير تشهد به البقاع التي يمر بها، لا سيما إذا كان يذكر الله في طريقه ويكبر، فإن البقاع تشهد له، فيستحب أن يأتي من طريق آخر لتكثر البقاع التي تشهد له. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه الناس في طريقه ليسألوه وينظروا إليه عليه الصلاة والسلام، فهو يغاير الطريق من أجل العدل بين الناس وقضاء حوائجهم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها المستمعون الكرام، كان هذا آخر ما تفضل به شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.